في أجواء مفعمة بالروح الرياضية هنا في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، توج فريق عباس عبد الحي بطلا لدوري شهداء المديرية. مواصلة الحياة على نحوها الطبيعي هو الهدف الرئيسي من إقامة هذه الفعالية الرياضية والتي نظمتها المقاومة الشعبية تحت اسم دوري الشهداء الرياضي، الذي انطلق لكسر واقع المديرية الصعب في ظل ما تشهده المناطق الشمالية والغربية من المحافظة من مواجهات عسكرية. أكثر من 20 فريقا شاركوا في المسابقة الرياضية التي استمرت لأكثر من شهر، وتشكلت هذه الفرق من مختلف مناطق المديرية، وهو ما منح البطولة تفاعلا من قبل المواطنين رغم أجواء الحرب، إلا أنه تم بنجاح الدوري. هذا إن دل فإنما يدل على استتباب الأمن في المناطق المحررة وعلى تطبيع الحياة في هذه المناطق المحررة. بانتهاء المواجهات الرياضية الأخيرة لا يعني بالنسبة للأهالي انتهاء المسابقة، فالطموح بتجديد الشغف في مثل هذه الفعاليات يوحي بأنه ما زال لديهم وقتا للمزيد من الحلم في ظل حرب الميليشيا ومحاولة قتلها كل شيء في نفوسهم. محمد مريسي، قناة بلقيس، الضالع.